رأينا شغلة. السلام عليكم. يا مرحبا، أنت زبون؟ أيوة. كيف حالك يا ولدي؟ طيب؟ طيب ما شاء الله تبارك الله. خضرة استعد الزبائن. هاي تفضل يا ولدي، إيش تبغى؟ داير توتو. ها؟ توتو. إيه. يا خضران. ها؟ شوف دور عندك. إيش اسمه يا ولدي؟ توتو. تو. عندنا توتو. توتو؟ إيه. وش ذي التوتاو يا ابو دباش؟ والله اني في حياتي ما استلمت كذا. وش اسمها؟ وش التوتاو هذا عفوا؟ دي حلاوه. ايش؟ حلاوه. ان الله يسلط على عدوك. و انت من ابوك انت؟ معتز. المزارع اللي في المزرعه الثالثه. اي. انت ولد معتز السوداني. اي. وجاي تبغى توتاو. ايوه. ولد معتز السوداني. أيوة. يا ولدي ايش قصدك توتو؟ ايش هذا يعني؟ يتروشون به ولا يحطونه في شعورهم ولا هو زي الفكس؟ ايش هو؟ ياكلوه. ايش؟ ياكلوه. ياكلوه؟ أه؟ يعني وجبة غدا هو ولا وجبة عشاء ولا ايش هو؟ شوكولاتة حلاوة. شوكولاتة. شوكولاتة توتو. والله ان الاسم شرها. يا ولدي احنا نسميه قنبري. جمبري مرجلة تاو تاو. خلاص انا اذا رحت عندكم السودان بقول اجيب الاثنين تاو تاو واحد جمبري. يا حبيبي يا ولدي، ابوك اعطاك قروش عشان تشتري ولا ما اعطاه؟ اعطاني. كم اعطاك؟ 5 ريال. ما شاء الله ابوك مصقر لف. هذا سحر، ذا ما هي قروش. ايش هذا؟ والله 5. اي والله الواحد ب5. يعني بسألك يا ودي، أبوك قال لك اشتري بهذه كلها جسمها؟ ها؟ لا، قال لي اشتري بريال ونص. ريال ونص؟ ايوه. يا ولدي أبوك كريم وأنت كريم، وما أخفيك صراحة، حتى لو سوى شيء يزعلكم هذا مصلحتكم. يا ولدي أنت عارف ريع هذه البقالة يذهب لمن؟ لمن؟ للمساكين. صدقات صدقات يا ولدي، ما يروح في جيبي، فأنا بشتري لك بريال ونص، سمعت؟ وثلاثة ونص نتبرع بها، ايش رايك؟ تمام. ايش بك؟ تبغى تقول شيء؟ مستحي. في المدرسة. ايوه. الأستاذ علمنا بأن الصدقة. ايش فيها الصدقة؟ الصدقة كويسة. قال لكم الأستاذ؟ اي. ما قال لكم تصدقوا على عمك أبو دباش الأستاذ؟ لا. يمكننا نسي، لان انا تاكدت انك تكلمته، قال لي تراها في المنهج، بس يمكننا باقي بوصل الدرس هذا. اسمعني، لما تروح عند الاستاذ قول له يا استاذ، يقول ابو دباش لا تتجاوز درس الصدقه، خلك فيه، غرز غرز، وخاصه الصدقه عند دباش. سمعت؟ ترى بيجيكم فيها اسئله من الاختبار. سمعت؟ مهمه. كي. اسمع يا ولدي، تعال روح خذ لك مشفاش وقنبري وامنعنا من التوتو حقتك ذي. ها يا خضرين. عطى قنبري. عطى، شوف العلبه ذي، عطى حبتين مشفاش وخليه يضرب الباب. عطى شوكولاتة، عطى، اكرمه اكرمه. اي تفضل اكرمه اكرمه. اكرمه. اي ايوه، هذا ب10 ريال بس عشانك خصم، نعطيك ب5. يلا يا ولد ما شاء الله، تعال. لما تاكلها يا ولدي تتاكد هل هي كويسه ما هي كويسه؟ فكها. إيه، لأن عندنا يعني ترى في سحب عندنا في البقالة، اللي يفك بسكوته يمكن تحصل جواتها 10 ريال. هذه مسابقة بس إنها ما حطنا الإعلان، تبدأ من الحين. يلا افتحها جدي. إيه صحيح. بسم الله يا رب، قول يا رب إنك تفوز. يا رب تفوز يا رب يا رب. بسم الله. فكه. ها بشر، دور دور، فيه فلوس، فيه، دور جوا يا ولدي، دور هنا. عيب السودانيين كرمه، كرم وهلا مرجله. هيا خذ هذه وهذه كمان. روح مع السلامة. مع اللي معنا بقول لهم كذي. قال يلا مع السلامة. مع السلامة. قال تو تو.